عليكم، ان شاء الله راكم كامل لاباس، ان شاء الله راكم كامل بخير. سؤالي نلقاه دائما مطروح في الصفحات ديالي، هي اذا البيرمي في الجزائر عنده سن معين وعنده مستوى دراسي. نقول لكم رخصه سياقه جزائريه ما عندها لا سن لا مستوى دراسي، يعني واحد اللي ماشي قاري ما يخافش يقول لك انا ما نعرفش ندير رخصه سياقه على خاطر ما نعرفش نقرا. شوفوا هذوك اللافتات تحفظوهم باللون والرمز والشكل، يعني من بعيد تقدر تميز هذيك اللافته وشنو كاين. كي تشوف الكتاب تاع الكود هكذا في لي فيديو ولا تقول لك انا مستحيل نقدر نقرا على خاطرش ما عنديش مستوى دراسي ولا واحد عمره ما قرا. لا لا، هادو كامل في المدارس تعليم السياقه، يعني مع ما تتعلموا راح يبسطوها لكم طريقة بالعامية تاعنا وراح تفهموه. يعني ما كان له واحد يكون عنده تخوف من هذه الحاجة اللي ما عندوش مستوى دراسي بالسن، يقدر يفوت البيرمي، يقدر يجوز البيرمي. المهم يكون يشوف مليح، يرتدي نظارات، ولا إذا كان كبير وما يرتديش نظارات ويشوف مليح عادي. هذا هو المعيار اللي نخدموا به رخصة السياقة، والنظر والمستوى الدراسي ما كان حتى مستوى دراسي. يعني دايما هذه الأسئلة نلقاها، بارطاجيو مع الناس اللي دايما يطرحوا لكم هذا السؤال.